أنتم الآن والغد المشرق، بكم يعز الوطن ويرتقي، وقد أعدتكم جامعتكم لهذا اليوم الذي سوف تنتقلون فيه من مرحلة التلمذة إلى مرحلة القيادة والعطاء. يشرفني اليوم أن أكون في هذا الحفل في هذه الجامعة، الجامعة العزيزة التي تخرج كل عام المئات من الكوادر المتعلمة الخبيرة ذات التخصصات المتميزة لتساهم معنا في بناء الوطن. وأنا أقول بقدر ما تكون هذه الكوادر والكفاءات قادرة وكفوة، بقدر ما نكون قريبين من قيام الدولة، بقدر ما نكون قادرين على بناء وطن قادر أن ينافس باقي الأمم، أمة قادرة أن تعيش في هذا الصراع، في هذا العالم الذي لا يحترم إلا الأقوياء، لا يحترم إلا المتميزون. نعم اليوم نحن مع باقي من المتميزين. في هذا العام زرعنا مليونين شجرة، منها 750 ألف شجرة زيتون، ردا على المستوطنين الذين أشعلوا النار في شجرة الزيتون. قلنا سنزرع 1000 شجرة مقابل كل شجرة. ولو أدرك هؤلاء الأغبياء أن شجرة والفلسطيني الشعب الفلسطيني والصبية الفلسطينية لن يقتلعوا من هذه الأرض، باقونا هنا سنقتلعهم جميعا. في هذا الحفل العظيم ونبارككم، هؤلاء هم شعب الجبارين، ويا جبل من هشك ريح، ويا جبل من هشك ريح، ونعم وسويك حتى قيام الدولة الفلسطينية. شاء من شاء وأبى من أبى المهندس وليد. لذلك هذا الكلام يا راجل بيستخدمكم في الجامعة العربية الأمريكية بطلابها وطالباتها وفي الكلية الإدارية كلية العلوم. أنا بحييكم جميعا أبنائي وبناتي في هذا اليوم، ومن هذا المكان نحيي أسرانا ومعتقلينا باسم حفيد الحاج. هم يريدوني إما طريدا أو أسيرا أو قتيلا، أنا بردهم شهيدا. داوود الرديس
وصلت إلى هذا الاحتفال لأقدم التبريك ولكافة الخريجين والخريجات من كلية العلوم الإدارية بالجامعة الأمريكية في هذا الاحتفال العظيم الذي نظمته حركة الشبيبة الطلابية. تحية للخريجين، تحية لحركة الشبيبة، تحية لمجلس الطلبة، وتحية لإدارة هذه الجامعة ولكل المدرسين. أريد أن أقدم تهانية لكل الأهالي، للأمهات الخريجين ولآبائهم، لإخوتهم الذين سهروا معهم، الذين تحملوا معهم كل العناء والجهد لكي يتخرجوا اليوم. تحية لفلسطين بتخرجهم، تحية لنا جميعا ومبروك لنا جميعا ولفلسطين. هذا اليوم يعني يوم حافل لنا وللطلاب لأمهاتنا واللي تعبوا علينا، يعني حصيلة جهد لمدة 4 سنوات 3 سنوات قضاها الطالب في الجامعة، ومن الحياة اللي قضاها من أجمل الأيام، تعتبر أحلى حياة بتاريخ البني آدم، تاريخ الشخص. وبحكي إنه هذا اليوم بيعبر عن فرحتنا، فرحة أهلنا، وبنحكي إنه المنسقين على الحفل قاموا جهد كبير وما قصروا بالنسبة لهذا الحفل. شكر الكتير الكبير للوالد، بدي أحكي اسمه حب العالم كله تعرفه، حسام النجيب قبها، وأحن إم بالكون فريال سليمان قبها. بدي أشكر منظمين الحفل، بدي أشكر كل الدكاترة الموجودين بهاليوم، بدي أشكر التنظيم الرائع اللي كان للحفل، من تنظيم مجلس طلبي لتنظيم قرية حداد السياحية. أمنيتي بهذا اليوم إنه كل الأسرى الفلسطينيين، بما إنه إحنا فوج معركة الأمعاء الخاوية، إنه كلهم يكونوا مشاركين بهالحفلة، وهم اللي كانوا يركضوا على المدرج مش إحنا الطلاب والأهالي. بتمنى 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 إنه كل الوضع الفلسطيني يتحسن ونفرح، وكل طلب العالم يتخرجوا مثل هذا اليوم. هذا الحفل هو تتويج لجهود دراسية استمرت لمدة 4 سنوات. أنا بصفة الوظيفية الدكتور زهران براغمي رئيس قسم المحاسبة في الجامعة العربية الأمريكية أنقل أسماء آيات التهاني والتبريكات للطلبة الخريجين ولحركة الشبيبة الطلابية على هذا التميز والإنجاز الوطني.